إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن للعالم المفسر أحمد عبد السلام بومزيريك من أوسع التفاسير الليبية والمعاصرة، وهو 12 مجلداً استخلصه المؤلف من أهم كتب التفسير القديمة والحديثة ورتبه ترتيباً بديعاً. يقول المؤلف: أقتصر في نص القرآن على رواية قالون، وفي الإعراب على المشهور من إعراب الجمهور، وفي البلاغة ما ظهرت براعته وتلألأت عبارته، وفي الأحكام الشرعية ما اتضح دليلها واتحد سبيلها، وتجنبت الخلافات وابتعدت عن الاحتمالات، وتوخيت الوضوح والتوضيح وابتعدت عن الإشارة والتلميح. جمع الشيخ المفسر أحمد بومزيريك في تفسيره خلاصة أهم كتب التفسير كالطبري والنسفي والرازي وابن كثير والتحرير والتنوير وفي ظلال القرآن وغيرها. ابتعد في تفسيره عن الإسرائيليات وعن الاستطرادات التي تبتعد عن جو النص القرآني، كما أنه اعتمد على رواية قالون ضبطاً ورسماً برسم الداني، بل على اختيارات الليبيين في المخصص والوقف الهبطي، وفي الأحكام الفقهية على مذهب أهل المدينة، فهو تفسير مدني بامتياز، وهذه من أهم خصائصه. رتب المؤلف التفسير تفسيراً ميسراً يحافظ على ذهن القارئ من الشرود ويجعله أدعى للتركيز والتدقيق على النحو التالي: الآيات التي يفسرها برواية قالون وبالرسم الداني، المفردات اللغوية، الإعراب، الأسلوب البلاغي، خلاصة المعنى العام وما فيه من التوجيهات والأحكام. هذا وقد درس جانب المقاصد في تفسير إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن في رسالة للدكتوراه بالمغرب، وهذا يدل على أهمية هذا الجانب في هذا الكتاب. وفي التفسير بعض الآراء التي خالف فيها المؤلف جمهرة العلماء قد تؤخذ عليه، ونحى فيها منحا عقلانيا. فالتفسير ليس تجميعا واستخلاصا فحسب، بل هو تفسير عالم يلخص وينقح ويحرر وينتقد ويبني ويزيد على ما كتب، ليؤكد أن مقولة قد قتل بحثا وما ترك الأول للآخر من شيء قد تعطل حاسة النقد وتقتل الإبداع.